طيب مراسلنا مصطفى سطوحي في كفر البطيخ، بلد عصام الحضري، اللي بالتأكيد البلد كانت بتستعد لأنه الحضر الأسطورة أهم العلامات المميزة في هذه البطولة. يعني مصطفى قول لنا حالة الناس إيه؟ هل الحالة تجمع بين الفرحة والحزن ولا الحالة إيه عندك؟ سؤال الان متواجد في مدينه كفر البطيخ مسقط راس اللاعب كابتن عصام الحضري كابتن في منتخب مصر. اتوسط مجموعه من اهالي كابتن عصام الحضري، هم الان في حاله من الحزن، كانوا ياملون ان كابتن عصام الحضري اليوم يرفع الكاس عاليا، كاس بطوله افريقيا، ولكن للاسف خسرت مصر امام منتخب الكاميرون وحصدها منتخب الكاميرون. ولكن هناك فرحه بان المنتخب قد صعد الى النهائي، وهناك ايضا فرحه بلاعبهم كابتن عصام الحضري الذي حقق انجازا كبيرا في هذه البطوله ووصل بمنتخب مصر الى النهائي، وايضا حصل على احسن حارس مرمى في بطوله افريقيا، فهذه اسلجت صدورهم قليلا بعيدا عن حاله الحزن التي تعم دمياط وتعم كفر بطيخ وتعم مصر عموما بسبب الهزيمه. ولكن هناك صبرا وهناك فرحه قليله بحصول الكابتن عصام الحضري على احسن حارس مرمى في البطوله. سنتحدث معهم الان وسوف يعبرون عن مشاعرهم امام الكاميرا. اهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم. النهارده كلمني احساسكم ايه بعد اللي حصل في الماتش النهارده؟ اولا احنا كنا اسعد ناس بالهدف الاولاني اللي حاول النني، بس هي المشكله ان الرياضه مكسب وخساره، الشيء وارد ان احنا نخسر، احنا قبل كده كسبنا المغرب مرتين وخدنا كاس افريقيا، ايه المشكله لما نخسر؟ يا جماعه احنا الكوره او الرياضه عموما مكسب وخساره، احنا نفكر بقى في اللي جاي، احنا عندنا غانا عصام الحضري، احنا غلبنا قبل كده غانا وحلمنا الجاي كاس العالم، احنا خسرنا كاس افريقيا، ايه المشكله ما نخسر كاس افريقيا؟ عندنا وصول لنهايه كاس العالم وده الحلم الكبير، عصام الحضري ب 44 سنه حقق انجاز ما كناش نتوقعه اصلا خالص ان احنا نوصل النهائي في الدوري ده بصراحه. ما كناش متوقعين، بس بفضل ربنا سبحانه وتعالى ومجهود اللاعبين وعصام الحضري رقم واحد في المنتخب وكلنا عارفين الكلام ده، وصلنا لنهائي البطوله يعني، وده شرف لينا طبعا. عصام هو السبب الرئيسي في وصولنا لنهائي البطوله. انتوا طبعا فخورين ان كابتن عصام من بلدكم وكفر البطيخ. اكيد طبعا ده شرف لينا كبير جدا جدا ان كابتن عصام من كفر بطيخ من دمياط وحصل على احسن كفايه انه حرص على احسن حارس مرمى، رغم ان هو ما كانش في الحسبان خالص انه يقف اساسي، انه يقف اساسي في منتخب مصر في البطوله دي، والحمد لله من فضل ربنا، وكان لي الفضل برضه بعد ربنا سبحانه وتعالى ان هو وصلنا النهائي بضربتين الجزاء اللي صدهم، وان شاء الله حلمنا الجاي كاس العالم، نفكر في اللي جاي. انت عارف الكابتن عصام؟ عارف يا كابتن. يقرب له ايه؟ جاري ومتربي معاه. انتوا النهارده طبعا كلنا زعلانين عشان الخساره، بس الكابتن عصام بيمثل لكم ايه؟ الكابتن عصام بيمثل لنا الاخ الاكبر، ونتشرف بالكابتن عصام الحضري. وعصام الحضري زي ما الناس بتقول الاهلي ما هوش عايز عصام الحضري، الاهلي هو اهلي وعصام الحضري برضك هو عصام الحضري. عصام الحضري اللي حقق القاب لحد هيجي يحققها ولحد هينتهي يحققها. فعصام الحضري اسطوره وغني عن التعريف، وعصام الحضري طالما ما طلبش من بقه ان انا عايز اروح نادي الاهلي، اي حد عايز يقول اي حاجه يقول ايه، انما هو عنده كرامه وعنده عزيمه زي ما عزيمته ان هو يقول انني عندي 44 سنه والعب كوره وهيكمل ان شاء الله في لغايه كاس العالم. ما قالش يعني ان انا عايز اروح نادي الاهلي. ان شارك النهارده بعد الماتش؟ والله الحمد لله، على سواء على المكسب او على الخساره برضه هيفضل الكابتن عصام رقم واحد في افريقيا ورقم واحد في العالم طبعا، وهيفضل حارس مرمى عالمي، وان شاء الله يعني الحمد لله. ايه النهارده شعورك بعد الماتش؟ الحمد لله، يعني سواء في المكسب والخساره هو كده تمام، اللي يهمني بس اهم حاجه ان الكابتن عصام يعتزل في النادي الاهلي. هو اعتزل في النادي. نفسكم انه يعتزل في النادي الاهلي؟ نفسنا اكيد طبعا اللي هو اعتزل في النادي الاهلي وكده. ده مطلب. شعورك ايه بعد الماتش؟ نحمد ربنا طبعا على كل حال، وبنشكر اللعيبه على ادائهم برضو، الحمد لله على كل حال. المفروض ان انتوا كنتوا هتحتفلوا احتفال كبير النهارده. طبعا والله، بس الحمد لله، الحمد لله برضو على كل حال، احنا راضيين والله بقضاء ربنا طبعا والحمد لله. شعورك ايه بعد الماتش النهارده؟ والله الحمد لله، اولا الكره خليك معايا مصطفى، والحمد لله اللي ربنا يجيبه يعني.